النهارده الدكتور محمد معيد وزير الماليه اكد ان الخزانه العامه للدوله بتتحمل بتتحمل 7.1 مليار جنيه عبء تمويل الحافز الأخضر للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال 250 ألف سيارة متقدمة مضى على تصنيعها 20 عام فأكثر بسبع محافظات تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي. ده بمنح حافز مادي ملائم لمالكي السيارات المتقدمة لإحلالها بأخرى جديدة تعمل بالوقود المزدوج البنزين والغاز الطبيعي. احنا معانا على التليفون دكتور رمضان ابو العلا استاذ هندسه البترول والطاقه. دكتور مساء الخير واهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. اهلا وسهلا. شايف ازاي الاهتمام الرئاسي والحكومي بمبادره احلال السيارات للعمل بالوقود المزدوج؟ هو الحقيقه دي اطار مبادره لتحقيق الاستفاده الاقتصاديه المثلى لثروات مصر من الغاز الطبيعي. والمبادرة دي الحقيقة بتتزامن مع تحقيق مصر للاكتفاء الذاتي، وبتشمل خطتين. الخطة الأولى خاصة بتحويل السيارات العمل بالغاز الطبيعي، السيارات اللي هي الطبيعية الحديثة يعني، وبتحول 150 ألف مركبة سيتم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي. الخطة التنفيذية الثانية للمبادرة هو زي ما حضرتك ذكرتي احلال بقى السيارات المتقدمه اللي مر عليها 20 سنه فاكثر لسيارات حديثه لاستخدام الغاز الطبيعي. بنعتمد على عنصرين: الاعتماد على الشركات التي تنتج السيارات محليا، والتباحث مع شركات عالميه لتوطين صناعه السيارات ونقل تكنولوجيا صناعه السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي. ده طبعا له فوائد بيئية وفوائد اقتصادية عديدة، وأيضا المبادرة بتهدف إلى تنمية تطوير صناعة السيارات في مصر والصناعات المغذية لها. طبعا احنا بنبدأ بتجديد سيارة حوالي 55 ملاكي و 15. دكتور رمضان، طيب هو في مشكلة في الاتصال، لكن يعني أخذنا فكرة طبعا عن تحليل دكتور رمضان لهذا الخبر. شكرا جزيلا لحضرتك.